قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وانتهى الأمر. انتبه يا شيخ، سهل جدا إذا ما تحفظ الفروض المقدرة في كتاب الله. هكذا تحفظ، تأتي من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى. هنا نصف وهنا ثلثين، نصف وربع وثمن، ثلثان، ثلث، سدس، انتهى. هذا الترتيب، نمشي على هذا الترتيب فقط، من أعلى إلى أدنى. نصف ونصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، ثلثان ونصف الثلث ثلث، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. يأتي سهل جدا، احفظ أنت الآن، سيأتي كيف جاء النصف، نصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، ثلثان، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. مفهوم؟ نعم. هذا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، هذا المتفق عليها. خلاص، عندنا أصل فرض مختلف فيه وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. يقول الإرث عندنا إما إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب. إرث بالفرض الزوج فرض إما النصف أو الربع، أو إرث بالتعصيب الابن عاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. لماذا نقدم الفروض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى، يعني في كتاب الله. نعم. ربع وثلث، نصف كل ضعفه، وللاجتهاد غير ذي مصرفه. انتبه معي، هو أتى من المنتصف، احنا قلنا من أعلى إلى أدنى، وممكن من أدنى إلى أعلى، وممكن من الوسط ثم ضعف ثم نصف، فهو جاء على الوسط. هنا كم؟ ربع، وهنا ثلث. ضعف الربع نصف، نصف، ونصف الربع تمام، وهنا ثلث. الضعف ثلثان، والنصف، وانتهى. مفهوم؟ لكن قلنا احنا احسن ناتي من فوق. لماذا احسن؟ سياتي الان، لان تمشي هكذا احسن: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. هذه الفروض المقدره في كتاب الله كم؟ ستة. الان ناخذ من يرث النصف ومن يرث الربع ومن يرث. يا اخي اترك الكتاب يا شيخ، يا استاذ اترك الكتاب يا اخوان، والله سهل هذا العلم. والشيخ سعد قال يعني دورة ندرس في الفرائض ننتهي ثلاثة أيام، الحمد لله سهل جدا، ولا يحتاج تحضير ولا كتابة والله ولا شيء.